السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح البرين ستام عملي، هنحاول نراجع عليه يعني بسرعة على قد ما أقدر إن شاء الله. البرين ستام زي ما أنتم عارفين هو بيتكون من 3 أجزاء، من تحت لفوق هم طبعا المظلة، وبعد كده عندنا البونز، وأخيرا الميد برين. طبعا قبل بس ما نبدا في البرين ستيم، انا عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجه، ان احنا هنا في البرين ستيم بقى هنبتدي نشوف كرينيال نيرف نيوكليوي. ففي كل ليفل او كل جزء من البرين ستيم هيبقى عندك كرينيال نيرف نيوكليوي، وناخدهم من تحت لفوق. برضو المظله هيبقى عندك الكرينيال نيرف نيوكليوي بتاعت اللور فور كرينيال نيرفز اللي هم 12 و11 و10 و9، والبونس هيبقى عندك الميدل فور اللي هم مين 5 و6، وعندك كمان 8 و7. طيب واخيرا الميد برين المفروض طبعا هيبقى عندنا 4، بس اكشولي احنا هنلاقي عندنا بس 2 اللي هم 4 و3، لان 1 و2 بيبقوا فوق كده. تمام. طيب خد بالك برضو ان هيبدا يظهر معانا ستراكشر او ستراكشرز اسمها سيريبيلر بيدانكلوي، ودي بتبقى كونكشنز عباره عن فايبرز بتكونكت اللي هو البرين ستيم او الديفرنت بارتس بتاعت البرين ستيم بالسيريبيلم. اوكي. طبيعي جدا انفيرير سيريبيلر بدانكن هيكونكت المظله مع السيريبيلم، الميدل هيكونكت البونز مع السيريبيلم، وعندك اخيرا السوبيريور سيريبيلر بدانكن اللي هيكونكت الميد برين مع السيريبيلم. بعد ما قلنا الكلام ده، تعالوا نبدا ونخش على اول جزء من البرين ستيم. او هنا بس انا عايزه اوريكم ان هو ده البرين ستيم اللي قلنا عليه، ده الجزء اللور اللي هو المظله اوبلونجاتا، وبعد كده عندنا ده البونز، واخيرا عندنا الميد برين. تمام. طيب طبعا احنا النهارده هنتعرف على الديفرنت ليفلز بتاعت البرين ستيم، والستينز بتاعتها مهمه جدا، وهنشوف هنعرفها ازاي. وهما التو ستينز برضو اللي احنا قلناهم قبل كده في السباينال كورد، اللي هما السيلفر والفايجرت بال. وبعد كده برضو هن identify و هن locate ال different cranial nerve nuclei اللي احنا قلنا عليها في ال different segments، و هن identify و هن locate كمان ال ascending و descending tracks في ال different segments بتاعة ال brain stem. وطبعا احنا عندنا فكرة عن ال ascending و descending tracks اللي احنا خدناهم في ال spinal cord، وهنشوف مين بقى بيخلص ومين بيبدأ وكل ده ان شاء الله. تمام. طيب تعالوا ندخل في الموضوع. عندنا اول حاجة اللي هي المظلة oblongata. المظلة أوبلونجاتا هي عبارة عن تو ليفلز، ليفل اسمه كلوزد مظلة، وليفل التاني اوبن مظلة. يعني ايه كلوزد مظلة؟ كلوزد مظلة دايما هتلاقيها شكلها راوند زي ما انتم شايفين كده، وهي كلوزد حوالين مين اللي في النص دي، اللي هي السنترال كانال اللي هي كانت معانا في السباينال كورد ومكملة معانا بعد كده زي ما انتم شايفين اهوت في المظلة. طيب والاوبن مظلة معناها ان المظلة دي البوستيريور سيرفيس بتاعها بيفتح ورا في الفورس فنتريكل زي ما انتم عارفين. خلاص كده يبقى دي التو ليفلز بتوعنا في المظله، اللي هو الايه الكلوزد مظله كلوزد حوالين السنترال كانال، والاوبن بيبقى البوستيرير سيرفيس بتاعها فاتح في مين؟ في الفورس فنتركل. اوكي. طيب ما علينا. قال لك بقى الكلوزد مظله في تو ليفلز او تو اكشنز او حدثين مهمين جدا بيحصلوا في الكلوزد مظله. الحدث الاول واللي بيحصل في الموست لور ليفل تحت خالص اورب السيرفايكال سيجمنتس هو الموتور ديكاسيشن، والحدث الثاني واللي بيحصل فوق شويه هو السنسري ديكاسيشن، وهنشوفهم مع بعض. يبقى دلوقتي في الكلوزد مظله اللي شكلها راوندد وجميله دي، وفي النص عندها السنترال كانال، هنشوف تو ليفلز او هنشوف حدثين مهمين جدا اللي هم مين؟ الموتور ديكاسيشن والسنسري ديكاسيشن. وناخد بالنا ان الموتور ديكاسيشن هو اللي بيبقى في ليفل لور زين السنسري ديكاسيشن، والموتور ديكاسيشن هو اقرب حاجه للسباينال كورد. تمام. طيب والاوبن مظله دي هناخدها ليفل لوحدها. طيب تعالوا نبدا بقى باول ليفل، وهو الموست لور ليفل اوف مظله اللي هو الليفل بتاع الموتور ديكاسيشن. طبعا كلوزد مظله هتعرفها ازاي؟ زي ما انتم شايفينها كده، هي ستراكشر راوندد خلاص كده، وعندنا سنترال كانال في النص. اهم ما يميز كل الليفلز بتاعت المظله ان انت هتلاقي الاستراكشر المميز اللي موجود قدام دوت اللي هو البيراميد، وده هتلاقيه في كل الليفلز بتاعت المظله، وات ايفر بقى كانت كلوزد او كانت ايه اوبن.
طيب بعد كده الكلوزد مظله بقى هتلاقي ايه؟ الكلوزد مظله وات ايفر بقى كانت موتور او سنسوري ديكاسيشن، هتلاقي الثلاث صوابع الموجودين ورا دول. ايه هم الثلاث صوابع دول؟ الثلاث صوابع دول ثلاثه نيوكليوي مهمين جدا، والفراغ الابيض اللي وراهم ده هو التراكس بتاعتهم اللي هتنتهي فيهم. ايه هم الثلاث صوابع دول اللي موجودين في الكلوزد مظله؟ الثلاث صوابع دول فروم ميديال تو لاترال هم الجراسيل نيوكلس، وبعد كده كونييت نيوكلس، واخيرا دي السباينال نيوكلس اوف تريجيمنال، ودي واحده من نيوكليوي بتاعت التريجيمنال نيرف اللي هي السنسري نيوكلياي، وهم ثلاثه وهنشوفهم مع بعض. دي السباينال نيوكلس اوف تريجيمنال اللي هي شايله البين والتمبريتشر، وديت بتبقى موجوده معانا من الميدل ليفل اوف ذا بونز لحد الليفل بتاع سي 2 سيجمنت. يعني خد بالك ان سباينال نيوكلس اوف تريجيمنال دي هتستمر معانا لحد الميدل ليفل اوف ذا بونز. خلاص كده يبقى دول الثلاث صوابع تاني ورا اللي هم موجودين في الكلوزد مظله. ايه هم؟ ميديالي عندنا الجراسيل، وبعد كده الكونييت، واخيرا السباينال نيوكلس اوف تراجيمنال، والفراغ الابيض اللي وراهم ده هو التراكس بتاعتهم. يعني ديت الجراسيل تراكت ودي الكونييت، وعندك هنا سباينال سباينال تراكت اوف تراجيمنال. خلاص كده؟ طيب وطبعا اتفقنا ان في النص عندنا السنترال كانال، وعندنا قدام ده مين؟ ده البيراميد. حلو كده؟ طيب تعال نفتكر مع بعض، مش احنا قلنا الليفل ده اسمه موتور ديكاسيشن؟ طب لما تيجي نشوف ايه الموتور ديكاسيشن دوت ونبتدي نفسره على الرسم. عندنا البيراميد اللي هو موجود قدام دوت هو بيمثل الفايبرز اللي هي نازله من السريبرال كورتكس وهتروح على الانتيريور هورن سيلز بتاعه السبينال كورد عشان تعمل لها كنترول. خلاص كده؟ يعني هي كورتيكو سباينال فايبرز. اللي بيحصل بقى ان البيراميد دوت 80 ل 90% او 75 ل 90% من الفايبرز بتعمل كروسنج كده للاوبزيت سايد، يعني بتاعه الرايت هتعدي للليفت وبتاعه الليفت هتعدي للرايت. خلاص؟ طيب ال 80 ل 90% دول لما هيعدوا ويعملوا لنا كروسنج هينزلوا بعد كده على السباينال كورد في شكل تراكت جديده اسمها لاترال كورتيكو سباينال تراكت، ويبقى دي اللاترال كورتيكو سباينال تراكت، والفايبرز اللي عملت كروسنج دي على الناحيتين هي دي الموتور ديكاسيشن. يبقى خد بالك انت عندك البيراميد قدام اهو، وراه مين دوت؟ ده الموتور ديكاسيشن، والموتور ديكاسيشن ده انتهى بالتراكت اللي موجوده لاترال دي اللي هي اسمها لاترال كورتيكو سباينال تراكت. وزي ما شفتوا معانا في السباينال كورد كانت اللاترال كورتيكو سباينال تراكت في لازقه فيها، مين اللازقه اللي كانت لازقه فيها دي؟ دي الروبرو سباينال ايه تراكت. خلاص كده؟ ويبقى احنا كده فصلنا كلمه موتور ديكاسيشن. طيب وبقيه الفايبرز بقى يا دكتور اللي هم ال 10%، قال لك ال 10% دول 8% هينزلوا كده انكروست في مستوى المظله، وهيبداوا بقى في السباينال كورد يعملوا كروسنج، ودول اللي هم موجودين قدام هم في الميدل لاين وكانوا بيعملوا لنا الانتيرو كورتيكو سباينال تراكت. طب وال 2% اللي فاضلين؟ قال لك دول بقى بيبقوا ترولي انكروست وهيفضلوا انكروست، ودول وظيفتهم جاست ان لو حصل انجري بيعملوا سام سورت اوف ريكفري. تاني بقى يبقى احنا عندنا البيراميد قدام اهوت، عندنا 80 او 90% اللي عدوا عملوا لنا مين؟ لاترال كورتيكو سباينال اللي هي شايله في حضنها مين؟ الروبرو سباينال. حلو؟ وال 10% اللي اتفضلوا يهمني 8% منهم دول اللي مش هيعملوا كروسنج هنا بس على مستوى السبينال كورد هيعملوا كروسنج لحد الابر ثوراسيك ليفل. خلاص كده؟ ودول مين؟ انتيريو كورتيكو سباينال. تمام؟ طيب و كده تمام لحد كده؟ اوكي. طيب تعالى بقى نشوف فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا شويه تراكس. خلاص؟ فاضل لنا شويه تراكس هنعرفهم مع بعض، والليفل ده بتاع الموتور ديكاسيشن ما فيهوش كرينيال نيرف نيوكليوي غير السباينال نيوكليوس اوف تراجيمنال اللي انتوا شفتوها دي اللي هي نازله لحد سي 2. حلو كده؟ طيب تعال نشوف بقى فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا شايفين القرن اللي طالع دوت، القرن اللي طالع ده بيقول لك ان دوت الريمننت بتاع الانتيريور هورن، فده بيقول لك ديتاشد انتيريور هورن ولا اي حاجه، كلام فاضي. خلاص كده؟ طيب يهمني ايه بقى؟ تعال نشوف بقى بقيه التراكس. بقيه التراكس الليفل ده بيبقى قريب قوي من السيرفايكل، فانت هتلاقي شبه السيرفايكل بالظبط. يعني ايه؟ يعني هتلاقي نفس التراكس موجوده عندك، خدنا منه موج راسيل وكونييت، فاضل لك السته التانيين اللي هم اثنين دورس اثنين سباينوس ريبيلر، ادي دورسال سباينوس ريبيلر وده فنترال سباينوس ريبيلر، واثنين سباينوس سلامك دي اللاترال سباينوس سلامك، وعندك دي مين؟ الفنترال سباينوس سلامك، والاثنين الصغيرين اللي كانوا محشورين هنا ما بين الفنترال سباينوس سلامك قدام والفنترال سباينوس ريبيلر اللي هم كانوا مين؟ سباينو اوليفري وسباينو تيكتر. خلاص يبقى ما اتغيرتش خالص التراكت عن السيرفايكل. طيب تعالى برضو على الرايت سايد ونشوف الديسندنج ايه، على الليفت سايد سوري، ونشوف الديسندنج تراكس. الديسندنج تراكس برضو ما اتغيروش، كانت عندك مين؟ لاترال كورتيكو سباينال اهي، وفي حضنها مين؟ روبرو سباينال. تمام. طيب فاضل لنا مين تاني يا دكتور؟ كان عندنا اتنين قدام اهيت، عندنا الانتيريور كورتيكو سباينال، واللي موجوده وراها دي هي مين؟ الميديال لونجيتيودنال فاسيكرس. ما فيش اي حاجه اتغيرت. وكان عندنا T
تي بي وفي ام. من التي بي اهي تكتو سباينال تراكت، وخد بالك ان التكتو سباينال تراكت دي مستمره معانا في كل الليفلز لحد الابر ليفل اوف ذا ميد برين، اصلا بتروح او بتنزل من السوبيريور كوليكلس خلاص، فدي مستمره معانا في كل الليفلز. طيب دي التكتو سباينال، طب ومين بقى البي؟ دي البونتاير ريتيكلو سباينال خلاص، وخد بالك برضو انها مستمره معانا لحد الميدل ليفل اوف ذا بونز، وهنشوفها معانا. وعندك دول الاثنين دول البي ام اللي قلناهم قبل كده، الفي اللي هي فيستيبلو سباينال تراكت، والام الميدالري ايه؟ الميدالري ريتيكلو سباينال تراكت. يبقى الليفل ده سهل قوي، وهو شبه السيرفايكال جدا، ما اختلفش عنه غير في كام حاجه صغيره قوي. الثلاث صوابع اللي ورا دول اللي اتفقنا عليهم، اللي هم الثلاثه نيوكليوي والفراغ الابيض اللي وراه ثلاثه تراكس. تعال نقول مع بعض، يلا اهوت ديت جراسيل كونييت وسباينال نوكلس وترايجيمينال والفراغات البيضاء التراكس بتاعتهم. طيب قدام عندنا في كل الليفلز بتاعت المظله عندنا البيراميد خلاص كده. طيب وفي النص هنا السنترال كانال، لان دي كلوزد مظله وحواليها شويه ايه؟ شويه جراي ماتر. طيب ومين القرن دوت اللي طالع جراي ماتر ده؟ ده الانتيريور ديتاشد هورن خلاص كده، او ديتاشد فيندرال هورن حكي. اوكي طيب الليفل ده اسمه موتور ديكاسيشن. تعال نشوف الموتور ديكاسيشن حصل ازاي. البيراميد 90% من الفايبرز عدوا، عملوا لنا لاترال كورتيكو سباينال ولازقه فيها الروبرو سباينال، حلو قوي. طيب ال 10% اللي هم ما عملوش كروسنج، 8 منهم في المية هيعملوا لنا مين؟ الانتيريور كورتيكو سباينال، حلو. طيب تعالوا بعد كده نشوف بقيه التراكس، هي نفس التراكس هي الاسندنج اللي كانت موجوده في السيرفايكال، اثنين دورسال سباينو سيربيلر، اثنين سباينو سلاميك، وسباينو اوليفري، وسباينو تيكتال. طيب وعندك برضو نفس التراكس اللي كانت موجوده ديسندنج خلاص، قال لك مش احنا ادى الفنترال كورتيكو سباينال، ودي الميديال لونجيتيودنال فيسيكلس، وعندك طبعا التي بي تكتو سباينال وبنتاير ريتيكلو سباينال، والفي ام فيستيبلو سباينال، وعندك كمان مين؟ ميدالري ريتيكلو سباينال. تمام كده؟ تمام لحد كده. ويبقى تعالوا بقى نشوف هنتعرف عليه ازاي بقى في العمل. اتفقنا ان الكلوزد مظله بتبقى راوندد بالمنظر ده. طبعا مين اللي قدام عندنا؟ الغامق دوت، دوت البيراميد، وعندنا الثلاث صوابع اللي ورا اللي بيميزوا الكلوزد مظله هم، ادا واحد اهو فاتح اهو، وده الثاني وده الثالث، اللي هما من الثلاث صوابع دول جراسيل وكونييت وسباينال نيوكليس اوف تريجيمينال. طبعا لو تلاقيت الصوابع دي صغيره كده ووراها التراكس الفراغ بقى اللي هو اسود عندنا هنا اهوت، لان هو اللي مسبوخ، وتلاقيت الفراغات اللي وراها ديت اللي هي التراكس كبيره، وكمان مش بس كده، ده انت جيت ورا البيراميد تلاقيت فيه كتله كبيره هي لونها اسود اللي هي بتمثل موتور ديكاسيشن، يبقى خلاص دوت الليفل بتاع الموتور ديكاسيشن خلاص، يبقى ده كلوزد مظله موتور ديكاسيشن. عرفنا ان ازاي انها كلوزد مظله راوندد، وشفنا الثلاث صوابع اللي ورا دول اللي هم جراسيل وكونييت وسباينال نيوكليس اوف تريجيمينال خلاص. تلاقينا ورا الثلاث صوابع دول التراكس اللي هي السودا دي كبيره خلاص، يبقى هنتوقع ان ده موتور ديكاسيشن. طب عايزين نتاكد اكتر، هتلاقي عندنا البيراميد قدام اهوت وراه كتله سودا كبيره جدا، اللي هي مين الكتله الكبيره دي؟ هي دي الموتور ديكاسيشن، وهي دي الفايبرز اللي كانت عامله ايه؟ كروسنج خلاص كده. يبقى ده الليفل بتاع الموتور ديكاسيشن. فاضل بقى نعرف الصبغه ازاي. طيب مش انت البيراميد ده اتفقنا ان هو فايبرز؟ طالما البيراميد فايبرز والموتور ديكاسيشن نفسه فايبرز وظاهر باللون الغامق ده، يبقى الفايبرز هي اللي مسبوغه، ويبقى الصبغه بتاعتنا هنا مين؟ فايجرت بال خلاص كده، يبقى دي فايجرت بال. طيب تعال نشوف برضو تاني نفس الكلام، هي تراوندد وفي الثلاث صوابع اللي شفناهم ورا همت، يبقى ده على طول مين؟ كلوزد مظله. عايزين نعرف ده موتور ديكاسيشن ولا ده سنسور ديكاسيشن. تلاقينا البيراميد اهوت قدام، ورا البيراميد في كتله سودا كبيره اهي اللي هي الموتور ديكاسيشن، وكمان الثلاث صوابع اللي ورا ظاهر جزء اسود وراهم اقول له تراكس كبير، يبقى ده على طول كلوزد مظله موتور ديكاسيشن. بما ان البيراميد غامق والموتور ديكاسيشن غامق، يعني دي الفايبرز هي اللي مسبوغه، ويبقى ده على طول فايجر تبال. تمام تمام طيب تعال نشوف الليفل الثاني في الكلوست مظله، وهو الليفل اوف سنسوري ديكاسيشن. تمام طيب نفس الكلام اهوت، الثلاث صوابع اللي ورا بس بقوا اكبر، لان اللي هم الجراسيل والكونييت، وعندنا كمان مين؟ سباينال نوكسس اوف تراجيمينال، اللي اتفقنا انها مستمره معانا لحد مين؟ لحد الميدل ليفل اوف ذا بونز، حلو كده. طيب بس خد بالك ان النيوكليوي بقت كبيره قوي، لان ده الليفل بتاعها وهي موجوده هنا، والتراكس اللي وراها الفراغ الابيض بقت صغيره قوي، لان التراكس ديت اللي هي الفيرست اوردر نيورون هتبتدي بقى تخش جوه النيوكليوي وتنتهي فيها، فعشان كده التراكس بقت صغيره قوي. تمام طيب انا دايما بسمي الليفل دوت اللي هو الليفل اوف اركود فايبرز، وهعرفكم ليه كمان شويه. طيب واتفقنا ان في المظله قدام موجود مين دوت؟ دوت البيراميد خلاص كده. طيب
وخد بالك ان الموتور ديكاستيشن حصل في الليفل اللي تحت ده، يعني ما تتوقعش ان انت هنا هتلاقي بقى لاترال كورتيكو سباينال تراكت ولا فينترال او انتيرو كورتيكو سباينال تراكت ولا الكلام ده، مفيش هنا بقى كورتيكو سباينال تراكس، ما عندكش غير البيراميد موجود قدام اهو وبس كده خلاص. طيب تعالوا نشوف، مش هو اسمه سنسوري ديكاستيشن، حصل ازاي بقى السنسوري ديكاستيشن دوت؟ اللي حصل قال لك ايه؟ مش احنا قلنا ان الجراثيل والكونييت تراكت هتنتهي في الجراثيل والكونييت نيوكليوي، ودي الفيرست اوردر نيورون، ده تقوم بقى السكند اوردر نيورون تخرج منين؟ تخرج من الجراسيل والكونييت الفايبرز اللي انتوا شايفينها دي، وتبتدي تطلع لقدام كده، وبعد كده تنحني ميديالي كده، وهتكروس للاوبزيت سايد خلاص كده، وهتكروس للاوبزيت سايد، وبعد كده هتكمل بقى وتطلع فوق علشان تروح لمين؟ تروح بقى للسلامس في الباسوي اللي انتوا شايفينه دوت، اللي هو شكله حرف ال دوت، اللي هو مين؟ اللي هو الميديال لمينيسكس خلاص كده. يبقى ده الميديال لمينيسكس اهوت على الناحيتين بتوع الميدل لاين. طيب تاني، السنسور ديكاستيشن حصل ازاي؟ اللي حصل يا دكتور ان الفايبرز خرجت من الجراسيل والكونييت، وعملت انحناءه زي ما انتوا شايفين كده، وراحت معديه الاوبزيت سايد او عدت الميدل لاين، وطلعت في شكل مين دوت اللي موجود على الناحيتين، اللي هو الميديال لمينيسكس حلو، اللي هو يكمل بعد كده للسلامس. طيب خدوا بالكم، شايفين الفايبرز لما جت تعدي ايه اللي حصل؟ ده الفايبرز بتاعت الجراسيل كانت موجوده ميديالي، وبقت ايه؟ بقت لاترالي، وبعد كده بقت انتيريور، يعني معنى الكلام ده ان السكرال فايبرز بقت انتيريور. طيب خد بالك بقى الفايبرز بتاعت الكونيات عملت ايه؟ وهي جايه تعدي كده راحت مغيره وضعها، وبدل ما هي كانت لاترالي بقت ميديال، وبعد كده بقت بوستيريور، ومعنى الكلام ده ان السيرفايكال فايبرز بقت ايه؟ بقت بوستيريور. يبقى خد بالك ان اللامينيشن اتغير. اوكي؟ طيب الحمد لله لحد كده تمام. طيب لما شافوا بقى الفايبرز دي اللي هي طالعه من السنسوري نيوكليوي الجراسيل والكونييت، اللي هي شايله طبعا كونشس بروبيوسبشن، لما شافوها منحنيه كده وعامله زي الارش، فسموها اركود فايبرز، ومش سموها اركود فايبرز بس، ده سموها انترنال اركود فايبرز، وتبقى دي الانترنال اركود فايبرز. وبما انه في انترنال اركود فايبرز يبقى اكيد في اكسترنال. طب تعالوا نشوف بقى الاكسترنال فين، بما اني قلت لكم ان الليفل ده الليفل بتاع الاركود فايبرز. بص كده، مش اتفقنا ان ده البيراميد؟ البيراميد قدامه ايه؟ قدامه نيوكلس اهيت اسمها اركود نيوكلس. وخد بالك مش دي الكونييت، الكونييت وراها نيوكلس موجوده بوستيريور ولاترال، اللي هي اسمها اكسسوري كونييت، وهم دول اللي بيطلع منهم الاكسترنال اركود فايبرز. طبيعي جدا ان اركوت نيوكلاس يطلع منها مين؟ يطلع منها الفنترال اكسترنال اركوت فايبرز، والاكسسوري كونييت اللي موجوده ورا يطلع منها الدورسال اكسترنال اركوت فايبرز، وكل دول هيدخلوا على السيربيلر من خلال الانفيريور سيربيلر بدانجل. تمام كده؟ يبقى ده الاركوت فايبرز اهو، دي الانترنال اركوت فايبرز، وقدام البيراميد الاركوت نيوكلاس هيطلع منها اكسترنال فينترال اكسترنال اركوت، وورا الكونييت الاكسسوري كونييت هيطلع منها دورسال اكسترنال اركوت فايبرز. وكده بقى حطيت النيوكليوي دي لما قلت ان الليفل بتاع السنسوري ديكاستيشن هو الليفل بتاع الاركوت فايبرز. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا نشوف بقى باقي التراكس. وخد بالك بقى الكرينيال نيرف نيوكليوي ما تنساهاش، وهنا هتبتدي تظهر معاك الكرينيال نيرف نيوكليوي بتاعت اخر اربعه كرينيال نيرفز، اللي هم مين؟ اللي هم 12 و11 و10 وتسعة، بس خد بالك اللي هيظهروا هنا 12 و10، وتعال نشوفهم مع بعض كده. اللي عندك ورا دي مين؟ دي السنترال كانال وحواليها سنترال جري، وبدأ بقى يظهر معانا كده شوية كرينيال نيرف نيوكليوي. تعال ناخدهم من قدام لورا، اللي قدام دي هي الهايبوجلوسل، وبعد كده اللي وراها هم بتوع الفيجس، وعندك اللي ورا الهايبوجلوسل عندك دي الدورسال موتور نيوكليس اوف ذا فيجس، وبعد الدورسال موتور نيوكليس اوف ذا فيجس عندنا مين؟ عندنا السليتر نيوكليس خلاص. طبعا دي موتور نيوكلس من الموتور نيوكلاي بتاعه الفيجس، وهي بتبقى اوتونوميك. وعندنا كمان اللي ورا ديت اللي هي مين؟ سنسوري نيوكلس. تمام، يبقى دول النيوكلاي بتاعه كرينيال نيرف ما ننساهمش، هايبوجلوسال قدام، بعد كده عندنا موتور نيوكلس اوف ذا فيجس، واخيرا دي مين يا اولاد؟ دي السوليتال نيوكلس. تمام كده. طيب والتراكس زي ما هم، ازاي يا دكتور زي ما هم؟ والله زي ما هم، اتنين دورسال سباينو سربيلر، واتنين سباينو سلاميك، وعندك سباينو اوليفري وسباينو تيبتال. طيب وهنا برضو نفس الكلام، بس خد بالك ان انت هنا ما عندكش كورتيكو سباينال، الكورتيكو سباينال ده حصل تحت في الموتور ديكاسيشن، فمفيش كورتيكو سباينال. طب هيفضل ايه؟ الروبرو سباينال ما لقيتش حاجه تلزق فيها، ففضلت زي ما هي هي لوحدها خلاص كده. طيب وعندك مفيش كورتيكو سباينال، بس في ايه؟ في ميديال لونجيتودينال فاسيكلس اهي، وفي الاثنين اللي هم التي بي اللي قلنا عليهم توكتو سباينال وبنتاير ريتيكلو سباينال، والفي ام فيستيبلو سباينال، وعندنا مين الثانيه دي؟ والثانيه دي اللي هي مدار ريتيكلو سباينال. تمام. طيب خد بالك بقى ان في الاوبن مضله
في حاجه استراكشر عظيم جدا اسمه انفيريور اوليفري كومبلكس، وهو عباره عن 3 نيوكليوي، المين نيوكلس وواحده دورسال ليها بيسموها دورسال اكسسوري، وواحده بتبقى ميديا ليها بيسموها ميديا الاكسسوري. طبعا ما يعني نتوقع ان في الليفل دوت لانه اعلى شويه من الموتور فيكاسيشن هيبقى فيه ايه بقايا كده للاوليفر نيوكليوي اللي هي موجوده في القوب المظله، فالبقايا دي هتبقى بتاعت النيوكليوي الصغيره اللي هما مين الاثنين دول اللي انت شايفهم دول، دي الدورسال اكسسوري ودي اللي هي الميديال اكسسوري اوليفر نيوكليس. خلاص كده تعالى بقى نخلص من الليله دي كلها بتاعت الكولوستوم مظله ات ليفل اوف سنسوري ديكاسيشن. عندك الثلاث صوابع اللي ورا اللي اتفقنا عليهم اللي هما مين الثلاث صوابع دول اللي هما جراسيل كونييت وسباينال نيوكليس اوف تراجيمينال، وبقوا كبار قوي لان ده الليفل بتاعهم والتراكس وراهم الفراغات دي صغيره جدا لان التراكس هتنتهي هنا. وخد بالك قدام عندك مين، عندك البيرم، وما تنساش طبعا اللي قدام البيرامد في اركوت نيوكليس وورا الاكسسوري ورا الكونيت في اكسسوري كونيت. خلاص كده دول بتوع مين الاكسترنال اركوت فايبرز. طب تعالى بقى الانترنال اركوت فايبرز، اهي الفايبرز طلعت من الجراسيل والكونيت وما ننساش انها غيرت اللامينيشن بتاعها وراحت معديه الميدل لاين وطلعت في الحاجه اللي على شكل حرف ال ديت على الناحيتين اللي هي مين دي الانجيتي ستراكشر ده اللي هو الميديال لمنسكس. اوكي طيب بعد كده تعال عندك 4 ستراكشرز هم موجودين في النص. مين هم الـ4 ستراكشرز دول؟ السنترال جراي والكرينيال نيرف نيوكليوي بتاعت 12 و10 من قدام الهايبوجلوسال، وبعد كده عندنا مين، وبعد كده عندنا الموتور نيوكليس او دورسال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس، واخيرا السوليتر نيوكليس. حلو التراكس هي هياها الاسندنج زي ما اتفقنا، 2 سبينوس ريبيلر دورسال وفنترال، واثنين سبينوس سيراميك لاترال و فنترال، وعندك طبعا سباينو اوليفري وسباينو تكتال. طيب والديسندنج هم بس ناخد بالنا ان ما عندناش حاجه اسمها كورتيكو سباينال لان الديكاستيشن حصل في الليفل اللي تحت ده، فالروبرو سباينال ما لقيتش حاجه تلزق فيها فموجوده زي ما هي، وعندك الميديا لونجيتيودنال فاسيكلاس والاثنين اللي هم التي بي والفي ام اللي اتفقنا عليهم. خلاص كده طيب وما تنساش ان انت هنا هيبقى عندك ريمننت الاوليفر نيوكليوي الموجوده في الاوب المظله اللي هم الاثنين الصغيرين اللي هم مين اللي هم الدورسال اكسسوري والميديال اكسسوري اوليفري نيوكليس. حلو كده تمام. طب تعالوا نشوف بقى هنعرفه ازاي في العمل. اتفقنا اول ما هنلاقي حاجه راوندد كده هنتوقع ان دي مين، ان دي على طول الكلوزد مظله. بص ورا هتلاقي الثلاث صوابع الفاتحين دول ادا 1 2 3 وهنا كبار قوي. خلاص طيب وشوف بقى الجزء الاسود اللي وراهم بقى صغير غير خالص اللي كان في في الليفل بتاع الميتور ديكاسيشن. هتبص قدام عندك الغامق دوت اللي هو مين البيراميد، بس وراه في كتله كبيره؟ لا مفيش كتله كبيره، وكمان النيوكليوي الصوابع اللي ورا دي فاتحه وكبيره قوي والتراكس بقت صغيره. ومش بس كده ده انت هتبص كده تلاقي ايه الفايبرز اللي عامله ارش دي، ايه الفايبرز اللي عامله زي الارش دي، دي الانترنال اركوت فايبرز. يبقى ده على طول مين، ده هيبقى كلوزد مظله ليفل اوف سنسوري ديكاسيشن. طب الصبغه بقى هبص على البيراميد لقيت البيراميد غامق، يبقى خلاص ده فايبرز، يبقى ده فايجر تبال. تعال نشوفه التاني مع بعض. طيب خلاص ما في صوره تانية هنبقى نشوفها في الاخر تاني. طيب نبص كده، طب احنا عندنا ايه بقى المره دي؟ ده الاوب المظله. الاوب المظله خد بالك ان السنترال كانال فتحت ورا في مين؟ فتحت ورا في الفورس فنتركل، فبالتالي النيوكليوي اللي كانوا قدامها هيبتدوا ايه؟ لان الاول كده اتفتح هيبتدوا يتمطوا لورا، فلما يتمطوا لورا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي النيوكلس اللي كانت قدام اللي هي الهايبوجلوسال بقت ميديال، واللي كانت موجوده ورا خلاص بقت لاترال اللي هي السوليتر نيوكلس. خلاص فهتلاقيهم هم نفس الثلاثه نيوكليوي اللي كانوا عند السنترال كانال موجودين ورا في الفلور بتاع المين الفورس فنتركل، والتراكس اللي هي كانت الديسندنج هتبتدي اللي هي كانت موجودة هنا كده هتبتدي تخش في النص، فالتراكس هتجيلك في النص، التراكس اللي هي الديسندنج هتجيلك في النص اللي هم مين؟ اللي هم كانوا الميديا لونجيتيودنال فاسيكلس، وبعدها كان مين؟ اللي هم التي بي اللي هم تيكتو سباينال قدام، وفي النص دي بنتاين ايه؟ ريتيكلو سباينال. فهتلاقيهم جولك في النص علشان انت ايه؟ فتحت الول وشديته او فتحت السنترال كانال من ورا. خلاص؟ طيب تعالوا بقى بعد ما عرفنا بس القصه دي عشان لما نيجي نقول النيوكليوي بتاعت الكرينيال نيرفز والتراكس ما تتخضش، ده كل حكايه انت فتحت من ورا فشديت الغول فالوضع بتاع الحاجات كلها اتغير. خلاص طيب المهم علشان نعرف الاوبن مظله ويبقى سهل علينا، انت
هتعرف ان انت في عندك 3 اليفيشنز موجودين في الفلور بتاع الفورس فنتريكل ورا، وعندك 3 اليفيشنز تانيين موجودين من قدام ليه ورا كده وانت راجع لاترالي. خلاص طيب تعالى نشوف الثلاثة اليفيشنز اللي موجودين ورا عشان نخلص منهم. الثلاثة اليفيشنز اللي موجودين ورا هم معمولين بمتر كرينيال نيرف، سوري، بالكرينيال نيرف نيوكلياي، اللي هم مين بقى الكرينيال نيرف نيوكلياي؟ احنا اتفقنا احنا عندنا هنا اللور فور. اللور فور دول اللي هم مين؟ قال لك اللي هم طبعا الهايبوكلوسال، وعندك كمان الفيجاس اللي هو رقم 10، وعندك شوية نيوكلياي كده بتاعت كرينيال نيرفز تانيين هنبتدي نقولها مع بعض. المهم ان هو معمول بكرينيال نيرف نيوكلياي، تمام؟ طيب بص كده، اول اليفيشن دوت اللي هو ميديال اليفيشن ده بيسموه هايبوجلوسال تريجون، واكيد ده معمول بمين؟ معمول بالموتور نيوكلس بتاعت مين؟ بتاعت الهايبوجلوسال نيرف. بعد كده التريجون اللي في النص ده او الاليفيشن اللي في النص ده معمول اسمه فيجال تريجون، واكيد معمول بالنيوكلياي بتاعت الفيجاس نيرف. اللي هي من النيوكلياي بتاعت الفيجاس نيرف، قال لك عندنا اول واحده اللي عاملاه لي ورا ديت هي الدورسال موتور نيوكلس اوف ذا فيجاس. ودايما خدوا بالكم ان الموتور نيوكلياي بتبقى موجوده ميديالي والسنسوري لاترالي. فعندك اللي ميديال ليها دي هي النيوكلس امبيجوس، واللاترال ليها دي هي السوليتري نيوكلس. واخيرا عندنا الاليفيشن ده، وده بيقول لك معمول بالفيستيبولار نيوكلياي. اصل خد بالك الفيستيبولار نيوكلياي بتوع كرينيا نيرف رقم 8 هيظهروا معانا في البونز، بس هم عباره عن 4 نيوكلياي، فهتلاقي 2 منهم موجودين في الاوبن مدله، ان هم عاملين لك الموست لاترال تريجون دوت اللي هم مين؟ الميديال والانفيريور فيستيبولار نيوكلياي، والسوبيريور واللاترال هتلاقيهم في الليفل اللي فوق من دوت اللي هو اللور ليفل اوف ذا بونز. يبقى تاني الثلاثه اليفيشنز اللي ورا، الميديال معموله بالهايبوجلوسال نيوكلس، والاليفيشن اللي في النص او التراجون اللي في النص معمول بالدورسال موتور نيوكلس اوف ذا فيجاس. وما تنساش ان ميديال ليها نيوكلس امبيجوس، ولاترال ليها مين؟ سوليتري نيوكلس. والموست لاترال اليفيشن ده او تراجون معمول بالفيستيبولار نيوكلياي اللي هم مين؟ اللي موجودين تحت، عشان هيبقوا هما دول اللي في المظله اللي هما مين؟ الميديال والانفيريور فيستيبولار نيوكليوي. خلاص كده. طيب وتعالى ناخد الثلاثه اليفيشنز من قدام لورا. اول واحد دوت البيراميد، واتفقنا ان البيراميد هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه البيراميد اهو، وقدامه النيوكلس اللي قلنا عليها الاركوت نيوكلس. فخلاص مستمره معانا بقى لحد البونز. خلاص كده هتختفي عند البونز. طيب وبعد كده عندك الاليفيشن ده بيسموه ايه؟ بيسموه اوليف. سموه اوليف ليه؟ علشان في اللي هو الانفيريور اوليفري كومبلكس، ومعنى ان في انفيريور اوليفري كومبلكس هنا يبقى اكيد في الليفل اللي فوق ده هنتلاقي سوبيريور اوليف. يبقى ده انفيريور اوليف اللي موجود هنا اللي عمل لي الفيشن اللي اسمه اوليف دوت، وفي سوبيريور اوليف هنشوفه في البونز فوق. طيب الاوليف معمول بايه؟ قال لك معمول باوليفر نيوكلياي والتراكس اللي هي ليها علاقه بيها. مين هم الاوليفر نيوكلياي؟ قال لك المين اوليفر نيوكلس هي اللي انت شايفها دي ملولوه، والتو نيوكلياي التانيين الاكسسوري اللي موجوده دورسال ليها دي هي الدورسال اكسسوري، واللي موجوده ميديال ليها هي الميديال اكسسوري. حلو تمام. طيب وايه القوسين اللي حواليها دول؟ دول التو تراكس اللي لهم علاقه بيها، اللي هم مين بقى؟ السباينو اوليفري اللي هي هتبتدي تدخلها، وواحده نازله لها من فوق من الريد نيوكلس اسمها سنترال تيجمنتال تراكت. واشمعنى نازل لها من الريد نيوكلس؟ عشان الاثنين لهم علاقه بالموتور ليرنينج. خلاص كده. طيب وما تنساش بقى ان بعد ما هيدخل لها الفايبرز بتاعت السباين اوليفري هيبتدي يخرج منها من المين اوليفري نيوكلس دي فايبرز. الفايبرز دي هتروح السريبيلم بس بعد ما تعمل كروسنج الميد لاين. وما انها فايبرز طالعه من الاوليف رايحه السريبيلم، بيبقى الفايبرز دي اسمها ايه؟ اسمها اوليفو سريبيلر، وهي دي الكلايمنج فايبرز اللي انتوا خدتوها في السريبيلم. خلاص كده. يبقى تاني بقى اول اليفيشن هنا موجود قدام هو مين؟ البيراميد. في البيراميد وفي قدام البيراميد الاركوت نيوكلس. تاني اليفيشن هو الاوليف، وده معمول بالانفيريور اوليفري كومبلكس اللي هما ثلاثه نيوكلياي، والتو تراكس او الاربعه او ثلاثه فايبرز بقى لهم علاقه بالاوليف كمان. فين الثلاثه نيوكلياي؟ الثلاثه نيوكلياي بتوع الانفيريور اوليفري كومبلكس دي المين اوليفري نيوكلس الملولوه، وعندك الدورسال اكسسوري والميديال اكسسوري، والفايبرز او التراكس لها علاقه بيها القوس اللي تحت دوت سباينو اوليفر اللي داخلاها، والقوس اللي فوق شويه دوت هو السنترال تيجمنتال تراكت اللي نازله لها من ريد نيوكلس، والفايبرز اللي هتخرج منها وتكروس الميدل لاين وتروح سريبيلم اللي هي اسمها ايه؟ اوليفو سريبيلر فايبرز. حلو كده. طيب واخر اليفيشن ده معمول بايه؟ بيقول لك معمول بالانفيريور سريبيلر بدنكل، ويبقى ده الانفيريور سريبيلر بدنكل. وما تنساش ان ميديال الانفيريور سريبيلر بدنكل هتلاقي عندك كوره اهيت، والكوره دي عليها هلال. الكوره دي هي السباينال نيوكلس اوف تراجيمنال اللي قلنا مستمره معانا لحد ايه؟ لحد الميدل ليفل اوف ذا بونز. خلاص كده. طيب خلاص الحمد لله، يبقى كده عرفنا الثلاثه اليفيشنز اللي من قدام لورا، والثلاثه اليفيشنز او ثلاثه تراجونز اللي موجودين ورا. حلو. طيب فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لك فيه هنا
الثلاثه ستراكشرز دول اللي اتفقنا عليهم، اللي هم مين؟ اللي هم التراكس اللي كانت موجوده هنا، الديسندنج تراكس اللي راحت داخله على الميدل لاين لما احنا ايه، لما احنا فتحنا الوول ورا. ايه هم الثلاثه تراكس دول؟ جيبهم بقى من ورا لقدام. عندك الميديال لونجيتودينال فاسيكلس، وعندك قدامها التي بي، بس خد بالك التكتوس باينال اللي هي قدام، واللي في النص دي مين؟ البونتاير ريتيكل سباينال. حلو كده. طيب وبعد كده عندك ايه؟ عندك بقى بقيه التراكس. فين بقيه التراكس؟ اهم زي ما هم بالظبط. زي ما هم بالظبط ازاي يا دكتور؟ لا مش زي ما هم بالظبط. خد بالك ان انت طالما ظهر عندك الانفيريور سيريبيلر بدانكل، معنى الكلام ده ان الدورسال سباينال سيريبيلر هتدخل فيه، فمش هتبقى موجوده، فهيتبقى لك واحده بس سباينال سيريبيلر اللي هي الفنترال سباينال سيريبيلر، وهتلاقي عندك الاثنين السباينال سيراميك لان دول مكملين هيطلعوا للسلامس، وهتلاقي عندك بقى مين؟ السباينال اوليفري. ما قلنا خلاص هي خلصت، دخلت هنا في الاوليف، فهي موجوده عند الاوليف، خلاص انساها بقى. بس فاضل لك مين؟ سباينو تيكتال، اللي هي هتفضل مستمره معانا لحد السوبريور ليفل اوف ذا ميد برين، لانها رايحه للسوبريور كليكرس. خلاص كده تمام. وما تنساش بقى ان انت من التراكس دول كان في تراكت ناقصه، اللي هي مين؟ اللي هي الميدالري ريتيكولو سباينال، وكمان كان في تراكت تانية اللي هي الفيستيبلو سباينال. صح. طيب ما الفيستيبلو سباينال خلصت عشان دخلت في الفيستيبلو، في الفيستيبلو نيوكليوي، وكمان الريتيكولو سباينال هي اساسا الاوريجين بتاعها من هنا، من النيوكليس الجميله دي اللي هي اللاترال ريتيكولو ريتيكولار نيوكليس. واخد بالك انها انتهت، بس موجوده النيوكليس بتاعتها اللي هي مين؟ اللاترال ريتيكولار نيوكليس. تاني بقى الليفل بتاع الاوبن مظله، في ثلاثه اليفيشنز ورا وفي ثلاثه تانيين من قدام لورا. ثلاثه اليفيشنز اللي ورا هم مين؟ هم هايبوجلوسال تريجون، هايبوجلوسال نيوكلس، والفيجال تريجون، دورسال موتور نيوكلس اوف ذا فيجاس، ميديال ليها نيوكلس امبيجوس، لاترال ليها سوليتال نيوكلس، واخيرا اللاترال تريجون ده معمول بالفيستيبولار نيوكلياي، واكيد دول الاثنين اللي موجودين تحت اللي هما مين؟ ميديال وانفيريور. طيب والثلاثه اليفيشنز اللي من قدام البيراميد، وده معمول بالبيراميد وقدام الاركوت نيوكلس، الاوليف معمول بالانفيريور اوليفري كومبلكس اللي هو ثلاثه نيوكلياي وثلاثه فايبرز او تراكس لهم علاقه بيها. ثلاثه نيوكليوي دول مين؟ ادل مين؟ اوليفر نيوكلس الملولوه، والدورسل، والميديال اكسسوري نيوكلس، والفايبرز ادل قوسين دول اللي تحت سباين اوليفر اللي داخلها، واللي فوق ده السنترال تيجمنتال تراكت اللي برده نازله لها وداخله لها من فوق من الريد نيوكلس، والفايبرز اللي هتخرج منها وتكروس الميدل لاين اللي هي مين؟ الاوليفو سريبيلر. خلاص كده. طيب ما تنساش بقى انت اخر واحد ده موجود لاترالي والورا هو الانفيرور سيربيلر بدانكل، والانفيرور سيربيلر بدانكل زي ما اتفقنا مين الكره اللي عليها هلال اللي جنبه دي، مين الكره دي؟ دي سباينال نيوكليس اوف تراجيمينال، والقوس دوت او الهلال دوت هو السباينال تراكت بتاعتها. خلاص كده. طيب خدوا بالكم بقى ان هنا دي النيوكليس بتاعت الهايبوجلوسال، فخد بالك ان الهايبوجلوسال نيرف بيبقى خارج ما بين مين ومين؟ ما بين البيراميد والاوليف. طيب وايه الفايبرز اللي خارجه ما بين الاوليف وما بين الانفيرور سيربيلر بدانكل؟ دي الفايبرز بتاعت مين؟ دي الفايبرز بتاعت الفيجال نيرف. يبقى ناخد منها ان الهايبوجلوسال خارج ما بين البيراميد ومين؟ والاوليف. طيب والفيجاس خارج ما بين الاوليف والانفيرور سيربيلر بدانكل. وخد بالك ان اللزقه اللي قلنا عليها روبر سباينال هتلزق هنا مع مين؟ هتلزق مع الفيكس. خلاص. طيب بقينا كده ايه؟ بقينا كده في اربعه ستراكشرز موجودين في النص، سوري مش ثلاثه، الاربعه ستراكشرز دول ايه هم؟ هم هنجيبهم من ورا لقدام، هم التراكس بتاعتنا اللي اتفقنا لما فتحنا ورا هيدخلوا ميديال. ايه هم التراكس دول؟ ميديال لونجيتيودنال فاسيكلس، بونتاين ريتيكولو سباينال، وتيكتو سباينال. امال يا دكتور راحت فين الفيستيبلو سباينال؟ هقول لك لا، ما اصل هي بتطلع من هنا من الفيستيبلو نيوكلياي فمش هتلاقيها. تمام. طب هتقول لي طب راحت فين يا دكتور الميدالري ريتيكولو سباينال؟ فين الفي ام؟ هقول لك ما هي الميدالري ريتيكولو سباينال برضو بتطلع من هنا، وبتطلع منين؟ قال لك بتطلع من اللاترال نيوكلس ريتيكولار نيوكلس اللي انتوا شايفينها دي، فتحط النيوكلس بتاعتها. طيب واخر حاجه بقى، رابع حاجه موجوده هنا في الميدل لاين اللي هو مين دوت؟ دوت الميديال لمنسكس. خلاص كده. فما ننساش الاربعه ستراكشرز دول. طيب فاضل لنا بقى شويه مين؟ شويه الاسندنج تراكس. اتفقنا طبعا ان هنا مش هتلاقي دورسال سباينال سيربيلر لانها هتخش في الانفيريور سيربيلر بدانكل وتنتهي، بس هتلاقي مين؟ الفنترال سباينال سيربيلر، وهتلاقي الاثنين السباينال سيراميك، وهتلاقي عندك مين اللي مستمره معانا لحد فوق التيكتو سباينال. هتقول لي طب فين سباينال اوليفري؟ يا ابني ما احنا قلنا خلاص هي دخلت في الاوليف اهي. خلاص كده. طيب هنشوف هنعرفه ازاي بقى في العملي. زي ما انتم شايفين كده الاوبن مظله دايما بتبان زي الفراشه، زي ما احنا شايفينها كده بالظبط. خلاص كده. هتلاقيها عامله زي الفراشه، تيجي تبص قدام ده مين؟ ده البيراميد، ورا البيراميد الاوليف زي ما احنا اتفقنا، وبعد كده الانفيرور سيربيلر بدنكل.
زي ما انتم شايفين ايه اللي موجود في القرف ده، حاجه كده قاعده ملولوه عامله زي الدوده. الدوده دي هي مين؟ هي الانفيريور او المين اوليفري نيوكليس اللي قلنا عليها، اللي هي الانفيريور مين اوليفري نيوكليس. خلاص، طيب فاول ما تشوف الفراشه الجميله دي والدوده اللي قاعده دي تبقى على طول دي مين؟ دي اوبد مضله. فاضل تعرف الاستين، هتبص على مين الغامق، تلاقيت البيراميد هو اللي غامق وده فايبرز، وكمان عايز تتاكد اكتر ما الانفيريور سيربيلر بدانكل هو كمان غامق اهو وده فايبرز، يبقى ده على طول مين؟ فايجر تبال، يبقى اوبن مضله فايجر تبال. خلاص كده. طيب انا هكتفي دلوقتي بالمضله، وبعدين هعمل لكم فيديو تاني للبونز وكمان الميد برين. تمام، بس بسرعة كده هعمل راب اب للمضلة ونشوف بنعرف الليفلز بتاعتها ازاي. طيب المضلة قلنا عندنا كلوزد مضلة وعندنا اوبن مضلة. الكلوزد مضلة بيبقى شكلها راوند زي ما انتم شايفين كده. تمام، طيب طبعا هتقولي طب ما السبانر كورد راوند، السبانر كورد كان بيبقى فيه الفراشه اللي موجوده في النص اللي هي الجراي ماتر، هنا مفيش فراشه، امال في ايه؟ هو راوندد وفي ثلاث صوابع، ثلاث صوابع موجودين ورا، الثلاث صوابع دول مين؟ جراسيل وكونييت وسبانر نيوكليس اوف تراجيمينال، والفراغ اللي وراهم اللي باين هنا اسود وغامق هو التراكس بتاعتهم. خلاص، فدول هم برضو ثلاث صوابع هم، بس خد بالك الثلاث صوابع دول لو هم صغيرين كده والفراغ الاسود اللي وراهم ده كبير، يبقى ده الليفل بتاع الموتور ديكاسيشن. طب لو تلاقيت الثلاث صوابع دول كبار قوي كده والفراغ الاسود اللي وراهم بقى قليل قوي، يبقى ده متوقع انه الليفل بتاع السنسور ديكاسيشن. طب تعال نتاكد اكتر. والله لو انت موتور ديكاسيشن هتلاقي البيراميد موجود قدام اهوت، وراه كتله كبيره غامقه كده اللي هي بتمثل الموتور ديكاسيشن، ويبقى خلاص ده هو عباره عن كلوزد مضله ليفل اوف موتور ديكاسيشن. خلاص كده. طيب لو جيت اتلاقيت البيراميد قدام اهوت ومفيش وراه الكتله السوداء الكبيره اللي قلنا عليها دي، يبقى ده خلاص مش موتور ديكاسيشن، ده سنسري. وعايز تتاكد اكتر هتلاقي الفايبرز اللي موجوده لاترال دي اللي هي عامله ارش اللي قلنا عليها الانترنال اركوت فايبرز. خلاص كده، يبقى راوندد خلاص ده كلوزد مضله. الصوابع اللي ورا الثلاثه دول برضو اكدوا لي ان هو كلوزد مضله، لو الصوابع صغيره والتراكت اللي وراهم كبيره وبصيت قدام اتلاقيت البيراميد وراه كتله كبيره سوداء، يبقى ده الموتور ديكاسيشن. طيب اتلاقيت الصوابع كبيره قوي لدرجه ان خلاص ما بقاش في وراها تراكس لانها انتهت جواها، وببص قدام اتلاقيت البيراميد موجود ومفيش كتله كبيره سوداء، بالعكس ده في شويه فايبرز كده اللي هي انتوا شايفينها عامله ارش دي، اللي هي مين؟ اللي هي الفايبرز المحنيه دي اللي هي الاركوت فايبرز. يبقى خلاص ده الليفل بتاع السنسور ديكاسيشن. هتعرف الاستين ازاي؟ بص على البيراميد، البيراميد غامق يبقى الفايبرز هي اللي مسبوغه، يبقى ده على طول مين؟ فايجرت بال استين. طيب أوب المضلة بقى اتفقنا شبه الفراشة هي شباب، وهتلاقي مين اللي قاعدة ديت في الأوليف دي؟ طبعا مين؟ اوليفري نيوكلس او الانفيريور اوليفري نيوكلس اللي اتفقنا عامله زي ايه؟ زي الدوده كده. طيب عايز تشوف بقى الستين ايه؟ بصي لي على البيراميد اللي موجود قدام، طالما غامق يبقى دي على طول ايه؟ فايبرز هي الغامقه، ويبقى ده فايجر تبال. شكرا ليكم جدا، وان شاء الله بقى المره الجايه هنكمل بقيه البرين ستام.